السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في السيشن الخامسه من البرزنتيشن سكيلز، واحده من اهم السوفت سكيلز اللي انا محتاج ان انا اتدرب عليها ومحتاج ان انا افهم الاجزاء اللي فيها كويس قوي على اساس ان انا ان شاء الله اقدمها بشكل قوي. قلت لحضراتكم ان احنا عندنا الافكتيف برزنتيشن، انا عندي ثلاث عناصر محتاج ان انا اخد بالي منها. جزئيه المسج، انا هقول ايه الكونتنت اللي انا هقدمه للناس. جزئيه الاودينس، ازاي اتعامل معاهم وافهم الباك جراوند بتاعهم واعرف اتعامل اثناء البرزنتيشن بتاعتي لاي حاجه طريقه ممكن تحصل. في عندنا جزء بقى البرزنتر اللي انا هتكلم عنه النهارده، ازاي اكون يعني محضر نفسي بشكل كويس، ازاي استعد نفسيا للبرزنتيشن. هل شيء طبيعي ان انا اكون قلقان وحاسس بنوع من انواع النيرفسنس، العصبيه كده قبل ما اطلع البرزنتيشن بتاعتي؟ ايوه، ده شيء طبيعي جدا، ده نورمال كلنا على فكره، حتى الناس اللي هي عايز اقول لكم بقى لها سنين وسنين في المجال. اي برزنتيشن عندي هي بتمثل نوع من انواع الضغط العصبي، ده شيء طبيعي. انا محتاج ان انا ابان بشكل كويس قدام الناس، ان انا ابان كونفيدنت، واثق في نفسي، واقف على ارض صلبه، بقدم شيء له قيمه. فده شيء طبيعي ان انا احس بنوع من انواع الشعور بالعصبيه او القلق او يعني توقع ما لا، اللي انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل يعني. فازاي اتغلب على العصبيه دي وبالذات في الاوائل، يعني واحنا في بدايه حياتنا العمليه؟ ها، لو انا بقدم برزنتيشن شيء طبيعي ان انا احس بقلق شديد جدا جدا. ازاي اتغلب على العصبيه دي؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده. مبدئيا ايه هي الكومن فير سوتس، ايه الافكار اللي ممكن تيجي في بالي انا وانا رايح اقدم برزنتيشن او بحضر لها؟ خلاص يعني ممكن اقول نوت براكتس ويل، والله انا ما حضرتش كويس للبرزنتيشن دي، انا ما اتدربتش كويس، او العكس ممكن براكتس تو ماتش. في ناس بتقع في مشكله ان هي بتكون عايزه تحفظ البرزنتيشن مش بس تقدمها، ان انا عايز اقدمها لفظ لفظ وكلمه كلمه، يعني ما اديش نفسي مساحه ان انا ايه يعني ارتجل او ان انا اخرج بره السياق احيانا. ده صعب، ده صعب حقيقي. المفروض ان انا ببقى عارف النقاط الاساسيه في البرزنتيشن وبتدرب عليها، عارف الترانزيشن، بتنقل من نقطه لنقطه او من توبك لتوبك. دي الحاجات اللي انا اخد بالي منها واتدرب عليها كويس وامارسها. لكن فكره ان انا احفظ البرزنتيشن كلمه كلمه سواء المكتوبه او اللي انا هقولها، ده صعب، صعب قوي يعني. ادي لنفسك زي ما قلت لحضرتك فرصه ليه الارتجال في بعض النقاط، ان انا اقول بعض النقاط بشكل عفوي طبعا مدروس يعني، لكن مش هحفظ انا كل كلمه وكل لفظ هقوله ايه قدام كل سلايد. فخلي بالك من النقاط دي، اتدرب كويس لكن ما اتدربش لدرجه الاوبسيشن بقى، درجه الهوس، وان انا احفظ كل كلمه. ممكن برضو من ضمن بعض الفيرز دونت نو ذم، انا مش عارف الناس ديت كويس، الباك جراوند انا مش عارفه. كانت ديليفر ويل، انا خايف ان انا الكلام ما يطلعش مني بشكل مظبوط، او ان انا ابقى مش مترتب في الافكار بتاعتي. الناس دي انا مش عاجبها، ممكن تتكلم عني بشكل سلبي او ممكن تتريق عليا مثلا يعني. ماي مايند ويل جو بلانك، انا مش هلاقي الكلام، مش هلاقي الافكار، افكاري مش هتبقى مترتبه زي ما انا متوقع. ده شيء طبيعي، دي افكار زي ما قلت لحضرتك، او صوتس او قلق او نيرفسنس، طبيعي ان احنا ممكن نحس بيه قبل البرزنتيشن، لكن ما تدخلش نفسك في المود دوت. التدريب الكافي، الاستعداد للبرزنتيشن اللي انا احضرها زي ما قلت لحضرتك بشكل يعني ترتيبها المنطقي في ترتيب التوبك اللي انا حاططها. الكلام السهل البسيط، خليك دايما سهل، ميل دايما للسهوله، بلاش التعقيد سواء في تحضير البرزنتيشن او ان انا اقدمها. كل ما كنت نفسك، ما تقلدش حد، كل ما كنت نفسك وطبيعي ونورمال، كل ما عندك القدره على انك تستعمل صوتك وتنقل الاحساس اللي جواك في المواقف المختلفه في البرزنتيشن، كل ما يكون عندك القدره ان شاء الله انك تكون ناجح جدا. هنا بيقول لك ايه؟ Imagine your success، فكر دايما بشكل ايجابي، توقع النجاح وتوقع ايه الكونسيكونسز او ايه العواقب الامور لما انجح. الناس هتبص لي ازاي؟ التوبك اللي انا هقدمه او ان احنا فعلا نعمل امبلمنتيشن للموضوع ان انا بقدمه دوت واللي هيغير في السياق معين، بدي تريننج على سبيل المثال، بتكلم على منتج جديد او دواء جديد في المجال مثلا بتاعنا في الفارماسيوتيكال، البروتوكول حضرتك بتقدمه في المستشفى بتاعتك. ففكر دايما في الناحيه الايجابيه، كل ما فكرت في الناحيه الايجابيه فانت هنا بتحط ليبل كده على الجهاز العصبي بتاعي ان انا ايه؟ ان انا هنجح، ان انا اكسايتد، ان انا متوقع ان شاء الله باذن الله ان انا ادي بشكل كويس،
ان هيحصل نوع من انواع التغيير بعد ما بقدم البرزنتيشن. البرزنتيشن دي يكون ليها واقع كويس عند الناس. فكره ان انا احط ليبل او عنوان اضغط بيه على الجهاز العصبي بتاعي، ابدل كلمه سكيرد، الكلمه المخيفه دي، ان انا قلقان خايف عصبي متوتر مش مستريح، لكلمه اكسايتد، لا انا مبسوط، انا هقدم شيء له قيمه، ان شاء الله انا هبان واثق من نفسي، ان شاء الله انا في بعض الناس اللي ممكن يبقى ليها اد فاليو في البرزنتيشن، وجودها بالنسبه لي هيدعمني مثلا بشكل قوي. ان انا مرتب افكاري بشكل كويس، ان انا محضر بشكل كويس، ان انا عندي السيكونس في ان انا انقل افكاري، ان انا هستعمل صوتي. انا اتدربت خلاص على الترمينولوجي اللي ممكن هستعملها او الحاجات التكنيكال اللي ممكن استعملها اثناء البرزنتيشن بتاعتي. كل ده زي ما قلت لحضرتك، لما بتحط العنوان ده، انا اكسايتد، انا متوقع النجاح، انا متوقع التغيير، بدل من اللفظ دوت اللي هو سكيرت، انت هتلاقي نفسك ان شاء الله جسمك بيتعامل بهذه الطريقه، وقدراتك هتبان بطريقه حتى انت ما كنتش متوقعها. يعني هنا بيقول لك تشوز تو بي برو اكتف راذر ذان ري اكتف، استعد كويس، استعد كويس، ما تتفاجئش بحاجات اثناء البرزنتيشن، حتى يمكن الحاجات الصغيره، الجزء اللي هو ايه مثلا، يعني انا اللابتوب بتاعي ممكن يعطل ولا يحصل فيه مشكله ولا يهنج اثناء البرزنتيشن. حصلت؟ اه طبعا، يا ما حصلت معانا. طيب اعمل ايه؟ ممكن يكون معايا مثلا فلاشه احتياطي حاطط عليها البرزنتيشن، ممكن اكون بعت البرزنتيشن بتاعتي لحد من الناس المسؤولين مثلا عن القاعه والستيج والمش عارف ايه، ده هيساعدني بشكل كبير. طب يا عم الدنيا باظت خالص واللاب بتاعك ضرب والمش عارف ايه والبرزنتيشن ما يعني خلاص مش ظاهره، حصلت معانا برضو، اعمل ايه؟ ابقى واثق في نفسي، افتكر اهم النقاط اللي كانت عندي في البرزنتيشن، اطلع وما اخافش واتكلم. حصلت برضو لحضراتكم معانا بالفعل، برزنتيشن باظت، هنجت اللاب، هنج في مشكله في تقنيه في العرض مثلا في البروجيكتور ومش عارف ايه، احنا مش هنقدر نطلع بالبرزنتيشن، هتلجلج بقى واقلق وركب يتخبط في بعض، لا مفيش مشاكل خالص. بكل هدوء نعتذر لناس الاودينس عن ان في مشكله معينه واحنا كنا محضرين، وممكن ابعتها لحضراتكم ان شاء الله بعد نهايه اللقاء. لكن انا كنت هتكلم على نقاط 1 2 3، اكتر من توبك انا كنت ناوي ان انا افتحه مع حضراتكم، واتكلم عن 1 2 3 4، والتوبك ده بالنسبه لنا هيبقى ليه فاليو، هيبقى ليه قيمه. الجزء بتاعت هو انا اولا انا مين، ثانيا انا ايه الاوبجكتيف من البرزنتيشن ده، لازم يكون ظاهر على الاقل وانا بقدمه للناس. ممكن استعين برضو ببعض الخبرات من الناس اللي موجوده، نعمل ديسكشن برضو سريع وبسيط قدام الناس عشان يوضح الفكره. فزي ما قلت لحضرتك، اوعى تبص الموضوع بحاله بقى ايه قلق وانهيار وخايف ومش عارف ايه، لا اطلع واثق من نفسك، استعمل الباور بوينت بشكل قوي، حدد النقاط اللي انت ممكن تركز فيها على نفسك انت البرزنتيشن، والنقاط اللي ممكن استعملها في الباور بوينت ده، هيقدم لحضرتك زي ما قلت لك ايه صيغه قويه وكونفيدنت، واقف على ارض صلبه قدام الناس. هنا بنتكلم على السمباثيتك نيرفس سيستم. السمباثيتك نيرفس سيستم طبعا يعني احنا ربنا خلق لنا الجهاز العصبي بيشتغل باتنين تون، البارا سمباثيتك في الاحوال العاديه، وانا باكل وانا بشرب وانا بتفرج على التلفزيون وانا مش عارف ايه، وعندنا السمباثيتك نيرفس سيستم اللي بيشتغل كتون في حالات كان بيقولوا لنا ايه الفير والفايت والفلايت، وحط عليهم الرابعه حاله الاكسايتمنت، حاله السعاده والابتهاج والفرح. ويمكن انا دايما بضرب مثل بتخيل كده الموقف بتاع لا قدر الله مثلا في حد من العيله داخل يعمل عمليه كبيره، فشوف كده احساسك قبل ما بيدخل العمليه مباشره او هو اثناء العمليه موجود فيها، يعني شوف حاله القلق والخوف والمظاهر اللي باين عليك، ده عباره عن الادرينالين، الادرينالين جلاند اللي هي فوق الكلويه دي، الغده ديت حضرتك بتفرز الادرينالين اللي هو بيأثر على جسمك كله. بتلاقي مثلا في الهارت ريت عالي، في حاله بالبيتيشن، قلب بيدق جامد، في حاجه زي مثلا السويت جلاند بتزود السكريشن، تلاقي البني ادم يفضل يعرق، المسلز العضلات يحصل فيها نوع من انواع الضعف، تحس ان ركبك مش شايلاك عايز تقعد. كل ده بيظهر امتى؟ كل ده بيظهر في الحالتين، في حاله الفرح الشديد وفي حاله القلق والخوف الشديد. تخيل كده بقول لحضرتك حد من قرايبي انا داخل العمليات وانا قلقان وعندي كل المظاهر اللي انا
او السيمتومز اللي انا شرحتها دي، وتخيل حالتك انت بعد نجاح العمليه مباشره والدكتور بيبلغك بنجاح العمليه، حالتك بتبقى ايه؟ نفس الحاله، نفس الحاله، نفس المظاهر، نفس السيمتومز اللي احنا قلناها دي برضو. الهارت بالبيتيشن عالي، السويتنج ممكن يبقى عالي، الماسلز بتاعتي عندي احساس بالضعف الشديد، نفس الحاله بتاعت السمباثيتك تون بيشتغل في حاله الاكسايتمنت وفي حاله القلق او السكيرنج او الرعب او الخوف او ما شابه. برضه افكركم بموقف الثانويه العامه. الثانويه العامه كده يعني تخيل وانت النتيجه هتظهر اهي دلوقتي وهيبتدوا يقولوها، كان زمان احنا في التوفيقيه مثلا كانوا بيقولوها بالميكروفون. فلحظات كده قبل ظهور النتيجة وخلاص اسمك هيتنادى اهو قريب، انت في حالة من القلق والخوف الشديد. ده موقف عدى عليا ما انساهوش. برضو الهارت بالبيتيشن عالي، سويتنج، الماسلز في حالة ضعف شديد، قعدت على الارض. وان الاحساسك بعد ما النتيجة ظهرت وانت اطمنت ان باذن الله النتيجة تمام وربنا كرمك وان شاء الله تدخل باذن الله كلية كويسة، ده كله في لحظات بيجي. فالحالة ما قبل والحالة ما بعد هي نفس الحالة، نفس الوضعيه بتاعت السمباثيتك تون هي اللي شغاله بقوه، والهارت ريت العالي والبالبيتيشن، وعينيا مش عارف عامل ايه، ومصاريني وحاله المغص او ما شابه، واخد بالك، والمسلز الضعيفه او عضلات اللي مش قادره تشني، هي نفس الحاله ما قبل وما بعد. فنفس الحكايه هنا بيقول لك اضحك بقى على جسمك، اخدع جسمك. Overcoming nervousness when you give a presentation. Our bodies have the similar physiological response to excitement or fear. نفس الحاله السمباثيتك تون ده بتكون موجوده في الناحيتين، في الاكسايتمنت والفير. ف حط الليبل بتاع انا ان شاء الله واثق من نجاحي، انا مستعد كويس، انا هقدم شيء له قيمه للناس. بعد البرزنتيشن دي ان شاء الله الناس هتبص لي بنظره فيها تقدير واحترام اعلى حتى من الاول. فبص للجوانب الايجابيه، شوف التاثير او التغيير اللي انت هتعمله، بلاش تحط الليبل بتاع انا خايف، انا قلقان، انا ركبي بتتهز، انا مرعوب، انا مش هنجح، انا الناس مش هيعجبها، مش عارف ايه. كل ده بقول لحضرتك لو هتشيله وتحط جزئيه الاكسايتمنت انت هتبقى في حاله تانية، وجسمك هيجبرك على انك ان شاء الله تنجح وتأدي بشكل كويس. هنا بيقول لنا stop thinking of your audience as your judges. هم مش الحكام، هم مش المحكمين، هم مش الناس اللي هتقول لك ده وحش ولا هتتريق عليك ولا تتكلم كلام سلبي، لا، دول بارتنرشيب، دول استراتيجيك بارتنرشيب، هم جايين يستفيدوا وانا جاي استفيد كمان. لكن بص لهم على ان هم كوليجز ايا ما كان. براكتس يور برزنتيشن ان فرونت اوف ميرور. لو قدامك حد من الاصحاب، حد من المعارف، حد من زمايلك، لو قدامك حد حتى من الاهل عندك في البيت، اخواتك، والدك، والدتك، لو ما فيش الكلام ده كله قدام الميرور، قدام المرايه. سمايل، دو سام فيزيكال اكتيفيتي. اعمل شويه تدريبات كده قبل البرزنتيشن. الصبح انزل اتمشى نص ساعه على الاقل كده بدري مثلا يعني، او اتمشى حوالين المبنى اللي انت هتقدم فيه البرزنتيشن. من الحاجات برضو اللي بيقول لنا عليها كويس الناس اصحاب الخبره، الستيج اللي انت هتقدم فيها البرزنتيشن دي روحها الاول قبل ما الناس ما يكونوا موجودين فيها، روحها وشوفها وزورها وابتدي اتحرك فيها في الجوانب بتاعتها. ده هيديك نوع من انواع الايه، يعني الهدوء والثقه، وان انا ابقى فاميليار مع المكان. التجهيزات برضو، ان انا اطمن ان اللاب بتاعي والفلاشه والحاجات دي، الحاجات اللي هي التوصيلات اللي ما قبل البرزنتيشن، برضو اعملها قبل وجود الناس بشكل كافي. ده برضو هيدي لحضرتك مساحة من الهدوء والثقة بشكل كبير. Believe in yourself. ثقتك في نفسك اهم حاجة. Eliminate tension قدر الامكان. Identify your strengths. ركز على strengths بتاعتك، على نقاط القوة. انا جاي اقدم شيء له فاليو، انا عندي القدرة ان انا ان شاء الله اقف قدام الاودينس بتوعي بدون قلق. Think positive. behave naturally خليك طبيعي، سلم على الناس. لو في فرصه قبل البرزنتيشن وانت داخل مثلا قاعه في وسط ناس او مش عارف ايه، انك تسلم على بعض الناس اللي هيكونوا حواليك، تسلم عليهم بثقه وبثبات وبهدوء، ده ان شاء الله برضو هيديك يعني رده فعل كويسه جدا. لو في حد بيقدمك قبل انت ما تطلع على طول البرزنتيشن، دي من الحاجات برضو الايجابيه، واخد بالك، هتديك برضو ثقة في النفس، تقدم نفسك. يمكن اتعرضنا لها برضو في اكتر من سيتويشن،
انا فلان الفلاني معايا الكريدنشالز بتاعتي او المؤهلات بتاعتي، واحد اتنين واخد بالك تلاتة. ده برضو لما حد بيقدمك بشكل كويس وبشكل واضح، ده بيديك انت نوع من انواع الثقة الكبيرة. Think of your audience as your natural ally، الناس اللي معاك المتعاونين معاك. Speak confidently. Take care of your body language. الحاجات المهمة جدا جدا لازم اخلي بالي من البادي لانجوج بتاعي، زي ما احنا اتكلمنا برضو على الصوت قبل كده، البادي لانجوج هنا بنفس الأهمية. جزئية البادي لانجوج زي ما انت شايف كده، بص هنا impact of your body language، بص هنا الأشخاص دول واقفين ازاي، وبص الشخص دوت واقف ازاي، الثبات والهدوء، balanced upright posture، وضعية ثابتة واثقة، مش تاني راسي ولا تاني ظهري ولا تاني ركبي، الكلام دوت لازم اخد بالي منه كويس جدا جدا. حركتي على الستيج، امتى اتحرك، اروح امتى واجي امتى، في جزئيات الترانزيشن امتى، اتكلمنا يمكن على جزئيه الصمت واستعمال الاساليب بقى الصوتيه المختلفه، لكن جزئيه البادي لانجوج هنا مهمه جدا جدا. بص هنا بيقول لك فورورد هيد فلات بلاك، العكس هنا فورورد هيد سوي باك، راجع لورا، راوند شولدرز، بتلاقي ناس كده ايه كتافها مهدله كده وساقطه، ارفع كتافك لو سمحت، خليك واقف، ما تستخباش كمان ورا البوديوم، ورا عارف انت الحاجه كده اللي بيحطوا عليها الميكروفون وبتاع، ما تستخباش وراها، اتحرك، حرك ايديك على حسب السيتويشن. من الحاجات المهمه اللي اخد بالي منها النون فيربال كوميونيكيشن، وضعيه الجسم، البوستشر، الجيستشرز اللي هي الايماءات بتاعه الايدين. نقطه مهمه جدا، ويمكن الايماءات هنا بتاعه الايد او حركه الايد مهمه جدا اكوردنج للاودينس واكوردنج لعدد اللي موجودين قدامك. احنا عندنا ثلاث مفاصل في الايدين، في مفصل الكف ومفصل الكوع ومفصل الدراع من فوق خالص. لو عندك عدد الاودينس كبير يبقى لازم احرك ايديا من فوق من مفصل الكتف، خد بالك، عشان ادي ايماءات ايجابيه للاودينس الكبير اللي قدامي. لو قدامك مثلا 500 واحد ولا 1000 واحد عادي بيحصل يعني. يبقى جزئيه الجسر هنا او الايماءات اللي بالايدين لازم تبقى كبيره قويه. لو العدد قل ممكن استعمل مفاصل الكوع، لو العدد قليل خالص قدامي مثلا 10 ولا حاجه استعمل فقط المفصل بتاع الايد. الايدين برضو تبقى مفتوحه، ده بيدي اشارات ايجابيه غير وضعيه الجسم. يبقى انت عندك الاي كونتاكت كمان، عندك الفيشال اكسبريشن استعملها، عندك الدريس، حاجات الخطيره والمهم جدا جزئيه الايه الدريس كود. انا ايه الايفنت اللي انا فيه؟ لو ايفنت فورمال رسمي يبقى لازم البس فورمال. اللبس هنا بيدي انطباعات مهمه جدا، فاخد بالي من الايفنت اللي انا فيه، من الاودينس اللي انا فيه اللي انا معاهم، واخد بالك. لو حاجه فورمال زي ما قلت لحضرتك، حاجه رسميه، حاجه مثلا في المجال الطبي او ما شابه، يبقى لازم ابقى واخد بالي ان انا لابس لبس فورمال، البدله والكرافات و البنطلون، واخد بالك، الحاجات اللي زي كده. يمكن الدريس كود ده موضوع كبير سواء على مستوى الميل او الفيميل، في برضو بعض المواقع والفيديوهات والصور واليوتيوب حاجات بتشرح الحاجات دي بشكل قوي يعني، فخلي بالك منها. طب لو ايفنت فور فان في سايكل مثلا، ميتنج ولا ايفنت على البحر او ما شابه يعني، واخد بالك، يبقى البس اللي يتناسب معاه. فخلي بالك كل ايه لكل مقام مقال. هنا بيقول لنا برضو الاوبن هاندد جيتشرز بيلد مور تراست ذان كلوزد هاند الجيتشرز. يبقى خلي بالي كل ما كان الاوبن هاند هنا، كف ايدي واضح للكل، ايديا مفتوحه، مش حاطط ايدي في جيبي زي ما بعض الناس للاسف بتعمل، وان كان ممكن بعض السيتويشن ممكن احط ايدي في جيبي، لكن ما يبقاش ده الطبع بتاعي طول البرزنتيشن، غلط وبيدي ايحاءات برضو سلبيه. فخلي بالك من كل الجزئيات ديت. هنا برضو بيتكلمنا على الامباكت اوف البادي لانجوج، افويد كروسنج اور ميد لاين اوف يور بادي ويز يور ارمز. ما بقاش مربع ايدي، ما بقاش حاطط ايدي في جيبي، احرك ايديا واعرف امتى استعملهم بشكل كويس. وينت ووك، امتى اتحرك. هنا بيقول لنا ترانزيشن تو ا نيو ايديا تو بي شيرد ويز بيرسون. والله لو انا بتحرك من توبيك لتوبيك، او حاجه محتاجه تفكير عميق، او حاجه محتاجه ان الناس يعني تفهم الكلام اللي اتقال قبل كده، يبقى انا ايه ممكن اتحرك، ممكن استعمل الحركه بتاعتي على الستيج، امشي، دي ممكن برضو تدي اشارات ايجابيه للناس اللي قدامي.
Don't lean on the podium or become frozen behind it. ما تبقاش ايه رامي نفسك على البوديوم اللي هو ساند عليه، ولا ان انا بوقف في مكاني كده وما بتحركش متجمد كده. دي برضو بتدي اشارات سلبية انك مش واثق في نفسك. فخلي بالك ما تسندش على البوديوم لو سندت عليه فترة او وقت معين، لازم تقوم وتفرد جسمك مرة تانية قدام الحضور. الاي كونتاكت، aim for not to be too long not to be too short. ده برضو بتعكس اشارات ايجابيه للاشخاص اللي قدامك، وبرضو توزيع عينيك على الـ على الـ على الاودينس اللي قدام حضرتك. في ناس بتبقى خايفه وهي على الستيج تفضل تبص في اتجاه واحد او في ناحيه واحده او في جانب واحد. لا، حضرتك حط كده نقاط بصريه، حدد كده نقاط بصريه قدامك وابتدي ايه بص للاشخاص. وزع بصرك ما بين الناس اللي قدامك قريبين وما بين الناس اللي ورا، ما بين الناس اللي على اليمين وما بين الناس اللي على الشمال. ده بيديك ثقه وكفاءه قدام الحضور بشكل كبير.